شيشه وغنيت راس العام برجولي معايا ليام تجري والعمر خساره الفم يضحك والقلب فيه الاحزان الصغرى عاده والزهر مراره القلب صافي والزمان خوان ليام تجري والعمر خساره اخويا انا عكس التوانسه الكل ما فهمتش علاش برجولي ضالي ما تشكش فيا ولا ليه عكس التوانسه الكل ما فهمتش علاش ديما في راس العام مخي حكي لي للدجاج والقاتو يحكي برسهم كتصورها كانت تصير خبزين قاتو يتعاركوا في الفترين اه يا بايرة ما جهزك حد انا ما جهزني حد انا اشتريني موتوريزي بك على همك انت كمانديوك على السونتروا برا مخي بك مخي فسقك ابو فريوتك ولا سعود يكب سعد العام انت نتاع فرامبواز وتبدا بيناتهم خبزه قاتو عرفتها العاديه الشيحه ما فيها حتى شيء تحسها لبس بيناتهم مضره ذيك تبدا تحس فيهم تبدا بيناتهم اماني زيو يا خبزات الزين زين القالب راهو هذيك اول واحده والله ذيك اول واحده تتشري تحسوا يشريها واحد يا انتريت يا من نقابات يجي يقول له امان اعطيني هذيك انا راني هالمناسبات ما نحتفلش بها اخويا يحرس خبيب ولدي كبش فيا اعطيني هذيك نحسها تشبه لي ويلا تشبه لي ولا شي خطره رخص واحده 15 دينار وثم خبزه جاتوك الهامله عرفتوها هذه تقول هذي تقولوا ما نحبش نتبيع في راس العام نحب نبيع في العيد ميلاديت باش يحطوا فيها الشمع حط الشمع وشعلني وثم خبز الجاتو عرفتوها كي تبدا فهمتني تخزر الاخرين تحسها مزيانه برشا تخزر الاخرين هكا وهي ما فما حد شيء هذيك مريم الدبيغ وثم خبز الجاتو عرفتوه الجاتو اللي تخزن ويخرجوه بعد عام تحس خبز جاتو ذيك معدي يا ربطية تلقى الاخرين كفارة يعيشك العقبة ليك انت العام الجاي يعيشك في الدجاج نفس الحكاية زادة تصور دجاجتين يتعاركوا رد بالك انا راني بفريتي بتصيرتي بصلاتي بالي من يوم يبكي على همك يا سيك يلي باعوك اشترا كل زر في بلاسة انا خاتي انا يا لالا راني بمرختي كنت حتى على طاوله نتحط كامله رد بالك وثم بيناتهم ثم السردوك مجاي داك اللي يبدا يبزنس في الدجاجات هذاك ما يشتري حتى حد يبدا بين دجاجات يا راني كليل يا راني زعتر نفسه فوتكم بالحديد حتى في الجاتو ثم الجاتو البزنيس يبدا بيناتهم ملا فصدقتين يا راني كريم فريش يران 2019 مكتوب غادي كملنا مع الدجاج خويا القاتو نجيكم تو للصحيح تو نويل على شكون متسمي هو نويل متسمي على اوروب فيه ثلاثة حاجات برشا سكيت برشا كادوات وبرشا ثلج فمك العباد اللي ما دخلتش على الباس في الوقت لخاطر غالي برشا يعملوا قاعدة في الدار القاعدة ذيك تكون خويا اساسها القدر يبدا يقدم فيه نقدم لكم سي عبد المجيد مدير شركة البلار اللي نخدم معاه بعد نص ساعة مجيد بعد نص ساعة أخرى يا مجيد قوم رعشلي قوم أشتح بعد ساعة نكتشفوا حقيقة سي عبد المجيد يزي يا هم هرتني كفرك الفنانين خوي في راس العام تبارك الله عليهم تلقى فنان واحد في ليلة يغني في 11 نوتيل كل نوتيل في ولاية كيفاش الله أعلم اعتبار زازة تبدأ تغني مثل في الحمامات الله يزين علي الله يزين هاي الولاد قربة وعلى كل ولاي جاب لها السفسي الحمامات يمشي نهار راح والصبات العالي